مين الشخص اللي هيحاول انه يكلمك او يتواصل معاك على مدار ال 72 ساعة القادمين؟ اوكي، وليه الشخص ده هيحاول يكلمك او يتواصل معاك؟ لو عايز تشوف الحروف، هي حروف اسمك انت. مين الشخص اللي هيحاول انه يتكلم او يتواصل معاك خلال 72 ساعة القادمة، وهيبقى عاوز يكلمك ليه، او هتكون ايه رسالته ليك؟ طاقة الشخص ده هو بعيد عنك. اوكي، ممكن كتير منكم كنتوا مرتبطين او متزوجين بالشخص ده، لكن حصل فراق او انفصال، او ان ده حد فضلت الرابطة بينك وبينه او العلاقة بينك وبينه ربما امتدت لأكتر من سنة. ممكن يكون هو ميزان او بيحمل في الخريطة الفلكية بتاعته طاقة ترابية او النارية، تحديدا اسد او قوس. ليه الشخص ده هيبقى حابب ان هو يتواصل معاك، وهتكون ايه رسالته ليك؟ ليه هيبقى حابب يتواصل معاك؟ مش موضوع ان هو حابب يعني ان هو يرغب، لا، موضوع ان هو لازم او يجب. يعني لو الشخص ده ما تواصلش معاك، في حاجة هتتكسر في العلاقة دي، او لو الشخص ده مثلا ممكن يكون في فرصة معينة، مثلا فرصة دي فرصة عيد زواجكو، اول مرة اتقابلتوا، اول مرة حبيتوا بعض، يعني اعترفتوا بالحب او كده، في تاريخ كويس، او في الزمن ممكن يكون تحدي. فلو مثلا عدى فترة معينة والشخص ده ما تكلمش معاك فيها، فده معناها ان انت بتنهي الشخص ده من حياتك، او انه الفترة الزمنية المسموح ان الشخص ده يرجع لك فيها، او العلاقة دي تاخد فرصة من الاول وجديد، هتخلص. فليه هو عاوز يكلمك او يتواصل معاك قبل فوات الاوان؟ اوكي، وممكن الشخص ده يكون مدين ليك باعتذار كبير قوي، ولازم يصلح روحك. يعني حتى لو فرضا انه هنا ده مثلا زوجك او طليقك او كده، فقبل ما الشخص ده حتى يسلم عليكم بالايد، لازم انه يوصل لكم ان انتوا تبقوا من جواكم صافيين ليه، او من جواكم روحكم قادره تنسجم مع الشخص ده مره تانية، او قادره تسامح الشخص ده مره تانية، خاصه لو كان في تجاهل كتير قوي منه، يعني كان بيتجاهلكم كتير او حاجه. هو عاوز يقولك ايه؟ هو عاوز يقولك على فكرة ان هو بيحبك، بس هو تعبان قوي. مش بالظبط تعبان بسبب الفراق والبعد، ممكن عنده حاجات تانية تعبان، ممكن تعبان من الحياة، ممكن تعبان عنده ضغوطات، ممكن تعبان عنده مشاكل، عنده ديون او مسؤوليات. ما اعتقدش موضوع الديون ده للكل، بس هو الحد فيكو فعلا الشخص ده ممكن يكون عليه مثلا قرض كبير قوي، او دين كبير قوي، او مسؤولية كبيرة جدا. فهو عاوز يوصل لك ان هو تعبان، وان هو من جواه بيحبك، او ان هو عاوزك، يعني مش بيعك او مش نسيك، حتى لو الشخص ده فيه في حياته حد تاني، او لو العلاقة دي ثلاثية. الابراج اللي هنا طاقة القوس، الجوزاء، المائية، الميزان، العذراء، الجدي، وده الجديد. شكرا لكم، والى اللقاء بفيديو.